ما هي الثوابت التي يلتزم أو يجب أن يلتزم بها الأديب؟ أنا لا أحب القصيدة المصنوعة وهذا يشبه شخصيتي. يعني عندما الآن أطلع إلى هذا المنتج عقلي. الشعر الذي أمامي مصح عقلي، هذا لم يأتي من فراغ. أوقات تقرأ نصوص بتلاقيها عن جد على الموضة بس ماذا فعلت بك؟ من أجل أن أقول أنا موجود. أنا موجود، أشعر بوجودي. الدستور عبارة عن قصائد فيها حب وفيها غزل، هي خيال طبعا، ولكن لما حلمت بهذا الشيء أو لما طلبته؟ ربما لأنه أؤمن بأن الشاعر لا يستطيع أن يقتل.